الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كاع المواطنين عزاز عليه نكونوا جالسين غادي نفرخا ما تا غادي نسلم تقول برا بركة عليا راه عييتينا بالسلامات هو هكاك سبحان الله العظيم اللي فين ما كان جالس كيجيو عنده علاش ان البشاشة وتيسول لعباد الله ومحب تيبغي بنادم كيبغي يكون صاب يبقى مجمع مع الانسان وكنت نتمنى على الله حتى حنا نكونوا بحاله ولادنا حتى هما كنطلبوا حتى هما يطلعوا بحاله الاصدقاء ديالو المواطن المغربي راه عارفين سبحان الله العظيم كلهم كيدعوا معاه وهذاك هو الفضل الكبير نحمد ربي نشكره والفنان اش غنقول لك الله يجازيهم بخير الحمد لله الحمد لله كاينين شي وحدين جاوا كاين شي واحد اللي ما جاش الغيب حجبتو معاه هذا الوقت كما قلت لكم ونعاودها راه كل واحد هذا الوقت راه صعيبه عنده لها يعني لا جا مرحبا لا ما جاش مرحبا بحال بحال ولكن هو تيوصي تيقول لك اللي مريض يمشي يطلع عليه بناته لا مات مشي نوقف الجنازه علاش لان باش بقى ديك المحبه والاخوه متراك مزيان هذا هو الطلب اللي كان تيطلب انا اليوم كنحضروا لهذه الجنازه ديال بو عزيزي اللي ما فهمتش انا ما بانوش هي الفنان وحتى شي فنان ما بان لي الله بان لي مشموم وبان لي جواد السايح يعني تم النقابات ما بانوش ليا حاجه واحده اللي بغيت نوصل لهم راه ملي كيموت شي فنان كيكون هو الاول كيكون مريض ما قادرش يجي كيجي كيحضر وكتلقاه ديما هو الاول تيسبق هو الاخر كيمشي من الواجب على الفنانه كانوا اليوم كلهم يحضروا باش يتسامحوا معاه ويوصلوا للبلاصه الاخره ديالو وكيقول لهم الانسان الله يعشر الخطوات ديالكم ماشي كنعزيه في الواتساب في الفيسبوك بغيتك تجي وتمشي مع الجنازه حتى المتوال الاخير ديالو وغادي يتم غادي ويقول لك الله يعشر الخطوات ديالكم وكل شيء غيدوز على ما يرام. با عزيزي رحمه الله ما انسان خلوق انسان محترم ما يعني بلا ما ندوي عليه كيدوي عليه التاريخ. انا حاجه واحده اللي كضرني هو هذا الغياب ديال الفنانين وما بقيتش كتعرف واش كيما دوينا على الحب الكراهيه العداوه بزاف الانواع ولكن كتقول اعوذ بالله نشترج بالله الله اعلم قليل الانسان الغيب حجته معاه ولكن هذا الشيء راه عيب واحد الانسان التساقط ديال الاهرام اللي كان هرم من الزمن الغياب ماشي غير كما مازال تقول ممثلين فنانين نقول شي واحد مريض شي حاجه كذا ولكن اللي هنا كاين عاوتاني حتى النقابات يعني هذا الشيء راه كتلاحظوه يعني كاين اللي وخاص بنادم يفرق ما بين النقابات بوحدها ووزاره الثقافه بوحدها يعني ما يبقاوش يقولوا حكا ما داروا ما داروا انا ما نكذبش عليك انا بالنسبه لي سي وجود بوجمعه رحمه الله هذاك الانسان ما نقولوا غير الله يرحمه الله يجدد عليك الرحمات ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.